افتتح الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مساء أمس مؤتمر ومعرض التطوير المهني 14 والذي تعقده الجمعية الأمريكية لمحترفي السلامة بالشراكة مع وزارة الداخلية، وذلك بحضور سعادة السيد نبيل عبد الله الجامع نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك والشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ العاصمة. ويتضمن المؤتمر والذي يعقد تحت عنوان استدامة التميز في الصحة والسلامة والبيئة، ويعتبر من أهم مؤتمرات السلامة المهنية في الشرق الأوسط مشاركة دولية واسعة تشمل متحدثين وخبراء من 20 دولة. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن التدريب والتطوير ركائز رئيسية في استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية من خلال تطبيق المناهج العلمية الحديثة وتبني أفضل المعايير التدريبية التي تلبي الاحتياجات الأمنية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة في التعامل مع التحديات الأمنية، لافتا إلى أهمية العمل على تطوير مجالات التوعية الأمنية والثقافة المجتمعية في مجال الأمن والسلامة العامة. وأضاف معالي أن عقد مؤتمر ومعرض التطوير المهني للجمعية الأمريكية لمحترفي السلامة يعكس الاهتمام المتزايد بكافة مجالات السلامة العامة المتعلقة بحياة الإنسان وحماية الموارد والممتلكات العامة والخاصة، موضحا أن هذا التجمع لخبراء السلامة والمهنيين والمعنيين فرصة كبيرة للاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الصحة والسلامة والبيئة بمواقع العمل وتبادل الخبرات والتجارب بهذا المجال. من جهته ألقى السيد نبيل عبد الله الجامع نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة أرامكو السعودية كلمة أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على رعايته الكريمة للمؤتمر والمعرض، منوها إلى أن المؤتمر يأتي من أجل الأهداف والتطلعات المشتركة والأعمال على حماية الأصول والأنظمة البيئية، حيث أن مهمة محترفي السلامة تتجاوز الحفاظ على التميز والسعي نحو التحسين المستمر إلى رفع المعايير وليس فقط الحفاظ عليها، داعيا إلى مراعاة المجال الرقمي والإلكتروني وتحديد المخاطر المحتملة عبر نطاق أوسع. وتضمن حفل الافتتاح قيام معالي وزير الداخلية بتكريم القائمين على المؤتمر والمعرض، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تعمل وبشكل مستمر على تشجيع هذه النوعية من المؤتمرات المتعلقة بالسلامة العامة باعتبارها أمرا رئيسيا في كافة البرامج والمشاريع التنموية. بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بجولة في المعرض والذي يشارك فيه نحو 70 من الشركات الراعية والعارضة من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث اطلع معالي على التقنيات الحديثة في مجال السلامة والصحة والبيئة مشيدا بما يتضمنه المعرض من معدات حديثة وتقنيات متطورة بما يسهم في فتح آفاق واسعة نحو تعزيز استخدام آليات السلامة العامة.